بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعنوان آلية ارتكاب الذنب وتطوره وآثاره، ونفتتح بالآية المباركة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، حيث أن هذه الآية المباركة تشير إلى أثر الذنب في أنه يصنع غشاء وصدأ على القلب، والقلب هنا ليس مقصودا منه هذا العضو الموجود بين الأضلاع والذي يعالج مثلا وله عيادة خاصة، وإنما بمعنى مركز التحكم في توجه الإنسان، وسمي قلبا لأنه لب الشيء وجوهر الشيء، لا أنه في الأحاديث والروايات المقصود من القلب ليس هذا العضو، فيتعرض هذا المكان، هذا المركز، مركز القيادة، إلى صدأ، إلى غبار يكون عليه على أثر تكرار الذنب، وتكون استجابته عندئذ استجابة ضعيفة بل معدومة، تماما مثل المرآة عندما يسقط عليها الغبار ويسقط عليها التراب لا تستجيب لانعكاس الصور عليها. في الآية أيضا إشارة إلى أن الذنب هو كسب الإنسان، اكتساب الإنسان، فعل الإنسان. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون،
وفي هذا إلماع إلى أن ما هو منتشر عند قسم من الناس من أن الشيطان هو الذي يصنع الذنب، ولذلك إذا قام بذنب قال الله يلعن الشيطان، هو يسوي الذنب ويقول الله يلعن الشيطان. طيب، صحيح ينبغي أن يلعن الإنسان الشيطان وأن يستعيذ بالله منه، لكن دور الشيطان بالنسبة إلى الإنسان في ارتكاب الذنب دور جانبي، دور هامشي، ليس دورا فعليا جبريا مباشرا. يهيئ الظروف، يعد المقدمات، يزين، يسول، يخوف، يعد، يحرك بعض العواطف والمشاعر. طيب، يسوي السيئة حسنة والحسنة سيئة، يأمر، فإذا صادف إنسانا عنده قابلية واستجابة تحقق الذنب. وأما إذا كان الإنسان ليست لديه قابلية للاستجابة إلى كل ذلك لا يتحقق الذنب. أنتم الآن بحمد الله تقرؤون القرآن الكريم، وبعضكم يختم القرآن في هذا الشهر أكثر من مرة، ونسأل الله أن يتقبل منكم وأن يشركنا في ثواب تلاوتكم. أسألكم أيضا من هذا المكان أنه أشركونا في ثواب القراءة، ترى ما تخسر شيء، يعني الله ما يقسمها على العدد، يوفي كل واحد التمام والكمال. الإنسان إذا عنده 1000 ريال يقول أنا إذا وزعتها على شخص بحصل 1000، لكن إذا وزعتها على 10 كل واحد بحصل 100. الله ليس كذلك في الثواب. إذا أنت قرأت عن نفسك تحصل 1000 حسنة، وإذا أشركت معك 1000 إنسان أنت تحصل 1000 حسنة، وكل واحد أيضا يحصل 1000 حسنة أخرى. فلا تخاف أن تشرك والديك وأولادك وأهلك وخطيب المنبر مالك وإمام الجماعة وأصحابك. طيب، وما عند الله خير وأبقى. رح تلاحظ في هذه الأثناء أن القرآن يتكلم عن الشيطان في آيات كثيرة. دقق لما تمر عليك كلمة الشيطان، دقق شوف قبلها شنو، شي يسوي الشيطان. رح تلاحظ مثلا أن الشيطان في آيات يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طيب، يعطي مواعيد، يخوف، يقول لك ترى إذا اشتغلت شغل نظيف في السوق ما رح تحصل فلوس زايد، شوية من هالصوب سوي عملية ربوية، نقص من هذا فد شيء، الهف من ذاك شيء، العب على هذا حتى يصير عندك وفرة مالية. أما إذا تبغى تجي وتسويها في السوق أخلاقيات وأحكام شرعية ما تربح شيء، تصير فقير. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قضايا الزنا، قضايا اللواط، الانحراف إلى غير ذلك. زين هالأشياء، ش عندك وياها الأجهزة قدام عيونك من 40 سنة إلى الحين؟ روح نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. طيب، فيأمر بالفحشاء لكن ما يقرر بالنيابة عنك، ما يدفك ويدفعك ويضطرك إلى ارتكاب المعصية أبداً.
إذا كان الشيطان يأمركم يعدكم الفقر والله يعدكم فضلا منه ورحمة. زين ليش واحد يتبع مواعيد الشيطان بالفقر ويترك مواعيد الله بالمغفرة والرحمة؟ في موضع آخر: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يصنع في قلبهم خوف، يهول إليهم المسألة، لكن هم إذا ما مستعدين ما حاضر للاستجابة في المعركة، واحد الشيطان سول له خوفه. طيب، ولكن مع ذلك هو قال: لا، توكلت على الله وأنا أدي واجبي وظيفتي، واللي يصير خلي يصير، خلص انتهى أثر الشيطان. الشيطان يزين، زين لهم الشيطان أعمالهم، فوسوس لهم الشيطان. انت تلاحظ كل هذه في المقدمات: يوسوس، يزين، يسول، يعد، يخوف، لكن ما يجي ويدف الإنسان هكذا بيده يدفعه إلى المعصية. ما إلى سلطة بهذا المقدار الشيطان، إلى السلطة بمقدار أن يلمع الأشياء، يحسن القبيح، يقبح الحسن، هذا يقدر يسويه، لكن اللي يتخذ القرار بالمعصية أو بالامتناع عنها هو الإنسان. لذلك الآية المباركة تقول: ما كانوا يكسبون، هم اللي يسوون بكسبهم بفعلهم. طيب، إذا ارتكب الإنسان هذه المعصية على أثر تسويل الشيطان وتزيينه وتشويقه، يحدث عند الإنسان صراع بين خطين متقابلين: خط الوجدان الأخلاقي والضمير الديني وما نسميه بالنفس اللوامة في القرآن الكريم، وجدانه الديني والأخلاقي يجي عاتبه: يا فلان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أعطاك النعم حتى تتقوى بها على معاصي، الله أنعم عليك بالصحة والمال والعافية والأمان حتى تشكره، لو حتى تتحداه بتجاوز حدوده، هل كان هذا هو المناسب منك؟ هل هذا رسم العبودية بينك وبين ربك؟ فتبدأ النفس اللوامة والضمير الأخلاقي في الإنسان تضغط عليه بهالاتجاه. في المقابل النفس الأمارة بالسوء، في المقابل الشيطان، في مقابل ذلك التوجه المادي والدنيوي والشهوي يزين إليه التجربة: ما شاء الله، شلون شيء كان لطيف، بينما أنت كنت لازم تشتغل 3 سنوات يوميا من الصباح إلى قريب المغرب لازم تروح العمل، الآن بخبطة واحدة بعت لك مقدار من المخدرات وربحت هالربح، عفية عليك، ريحت حالك وما أدري كذا، وشنو هالتعبة هذه ما يحتاج إلها، بدل ما أنت كذا وكذا تجهد روح جرب إلك تجربة لطيفة حلوة جميلة، جدد حياتك، جدد نشاطك، شوف هاي شلون، وش صار الآن؟ فيبدأ الشيطان يزين له المعصية أيضا، النفس الأمارة بالسوء تغريه بالاستمرار، يحدث الصراع بين هذين الاتجاهين في نفسه. هنا فيها المفصل: الله سبحانه وتعالى أعان الإنسان بلا حدود
حتى يستنقذ ويسترجع. جعل أسهل شيء في الدنيا التوبة، أسهل شيء في الدنيا، ما تحتاج إليها لا تشريفات ولا تحتاج إليها إلى كذا ولا إلى عناء ولا إلى غير ذلك. الآن لو فرضنا مثل أنت في الشركة سويت عمل من الأعمال الخاطئة، غبت لمدة أسبوع من غير عذر، طيب مدير الشركة إما يجي أولاً يخصم عليك الأسبوع، ثانياً يهددك، ثالثاً احتمال يطردك، وإذا يرجعك إلى العمل ينقص درجتك، صحيح؟ ولازم تسوي لك تشريفات ويخلي لك نقطة سوداء في الملف مالك، وعلى طول هو مسلطها على رأسك. طيب الله سبحانه وتعالى مع الفارق، هذا الإنسان العادي وين والله وين، ونعم الله عليك وين، وكونك في الشركة وين، يعني بلا قياس الفرق. بس الله يقول حتى لو بس تتندم، بس تندم، ها ليش سويت هالشكل، ما كان مناسب، أنا نادم على هالأمر، مو زين سويت، مو عدل اللي عملته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعنة الله على الشيطان. في الدعاء عندنا إلهي إن كان الندم عن الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، والندم توبة، وإن كان الاستغفار عن الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، والاستغفار حطة، هذا أسهل شيء، ما يحتاج لتشريفات، ما يحتاج لوضوء، ما يحتاج لصلاة، ما يحتاج لاستقبال قبلة، ما يحتاج لما أدري روحة مسجد، ما يحتاج إلى أي شيء، ما يحتاج إلا بس بينك وبين نفسك تتندم على هذا وتتوجه إلى ربك وتقول أستغفرك يا ربي وأتوب إليك، بس هالمقدار هذا، وهذا من أوسع الأبواب وأعظم الأبواب للرجوع، ما فيها أي شيء. ويقول لك أيضا أكثر من هذا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، راح ترجع إلى نفس منصبك، ها كأنه ما سويت شيء. إذا اختار الإنسان هذا الطريق رجع إلى ربه، أنقذ نفسه وعاد إلى بر التوبة. وإذا انتخب الاتجاه الآخر والعياذ بالله، وهو الاستمرار في المعصية، هنا تبدأ مجموعة من التحولات والآثار الخطيرة في شخصيته وأخلاقه. أول شيء يصير إدمان على الذنب. لما جرب المعصية واستحسنها واستلطفها راح يكررها، يقول أنا إذا هالشكل الشغلة ليش ما أكررها مرة ثانية، صفقة مخدرات بهالقد 1000 ريال ليش ما أخليها 10,000 المرة الجاية و100,000 المرة اللي بعدها، ذهاب إلى مكان من الأمكنة الموبوءة جنسيا إذا كان مرة في الشهر ليش ما أسويها مرة في الأسبوع، وأكثر من ذلك، وبالتدريج فيبدأ يدمن على الذنب. إذا أدمن على الذنب يصير صعب عليه أن يتركه، بل صعب عليه أن يتأخر عنه، يتأخر عن الذنب صعب عليه. شايف هذول مدمنو المخدرات، وقانا الله وإياكم والمؤمنين، إذا استعمل المخدرات في المرة الأولى بعدين أبطأ عليه، بدنه يبدأ يضج يتألم، لازم يعطيه من نفس ذلك السم الذي استخدمه. بعدين إذا أعطاه تقصر المدة، إذا كان كل أسبوع مرة صار كل 3 أيام، بعدين يصير كل يوم وهكذا، وما يلحق، حاضر في الأخير أن يبيع أول وتالية وشرفه وماله وغير ذلك من أجل الحصول على المادة
المخدرة، الذنب يتحول عند قسم من الناس إلى هالشكل حالة. أحدهم ينقل يقول في واحد مو من أهالي المنطقة يعمل فيها المنطقة هذه، فيجمع من السبت إلى يوم الأربعاء العصر، ليلة الخميس يروح بلد مجاور، وهناك بعد يطيح في الشراب وفي الأعمال المنكرة إلى ليلة السبت اللي يحتاج واحد يجيبه حسب التعبير، ما يقدر يجي. هذا أصبح عند أمر الذهاب إلى مثل هالعمل نهاية الأسبوع هو الغرض من العمل، يعني هو يجمع مالا طيلة الأسبوع حتى يروح يصرف هنا، ويا ويله إذا المدير قال له يوم الخميس عندنا شغل أوفر تايم. هذه بعد مصيبة المصائب، حاضر يعطي إلى زميله في العمل ضعف الأجرة بس خلي هو يبقى وهو يروح إلى حيث يرتكب الآثام، إدمان ذنب صار. إذا أدمن الإنسان الذنب هنا يحتاج إلى أن يطفئ بالكامل نداء الضمير، فيحتاج إلى تبرير، يحتاج إلى تبرير للذنب. ليش قاعد يذنب هو؟ يبدأ بإقناع نفسه بمبررات غير صحيحة أنه هو لماذا يذنب. فأحياناً يقول أنه مو أنا هذا اللي مسوي، الله مقدرنه علي، الله مقدرنه علي أن أصير هالشكل، ما أقدر بعد، الله كتب علي أن أمشي في هالطريق هذا. يعني مو هو المقصر، وإنما المقصر هو الله. طيب هذا قالوه، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل، لو الله يبغى ما كان إحنا نصير مشركين ولا كان آباؤنا يشركون، فالعتاب على الله، إذا عندكم حجي لازم تحاسبوا الله مو تحاسبونا إحنا. هذا تبرير الذنب، وهو أسوأ من الذنب وأعظم من الذنب. طيب يصير الإنسان هكذا مبررا لنفسه في أن الله هو الذي صنع هذا، وهي عقيدة الجبر تصير. أو أحيانا يلقي القضية على من هم آمرون بالنسبة له، يظلم الناس، يقتل لما ضميره شوية يتحرك، أو لما يعاتب في ذلك يقول شو أسوي، أنا مأمور والمأمور معذور، أنا لو ما أمروني ما كنت أسوي، بس المأمور معذور. عجيب، المأمور معذور، إذا الظالم أمرك بظلم الناس تستجيب إليه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إيش معنى ما استجبت إلى أمر الله وهو أمر سابق على هذا وفوق هذا وهو الآمر الحقيقي؟ الله يأمر بالعدل والإحسان، ليش ما استجبت إلى هذا الأمر واستجبت إلى أمر ذلك الظالم؟ فيبدأ هذا الإنسان لكي يخمد نداء الضمير والوجدان بتبرير ذنبه وإلقاء العتب على جهة أخرى، إما بعقيدة الجبر مثل أنه يقول الله هو الذي قدر علي هذا، الله هو اللي وجهني إلى هالشكل. شوف قسم من الناس الله موفقهم في الحياة صاروا أوادم، أنا الله ما وفقني، فإذا الله هو المسؤول عن هالشغلة. طيب، وهذا خلل عقيدي بالإضافة إلى الخلل الأخلاقي وهو ارتكاب الذنب، هذا خلل في العقيدة يصير عنده. أو يقول أن الأمراء والكبراء هم اللي أضلون السبيل وقالوا
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ما يفيد هذا الحكي، ذولاك لكل ضعف وإلك أيضا نصيبك. أو أحيانا يعتبر أنه المجتمع هالشكل، يقول لك المجتمع هو اللي دي يمشي في هالشغلة، شنو أنت لاحقني؟ تبغى السوق، السوق ما يحتاج لها مسباح وتربة، يحتاج لها فهلوة، ويحتاج إليها شوية تخلي أحكام الشرعية وراء، وتخلي قول قال الله وقال رسوله في المسجد، وتشتغل في السوق حتى تمشي حالك. هذا الناس كلهم هالشكل، هذا قانون السوق. لا، ليس صحيحا هذا الكلام. فالبعض يجي يعتبر أنه لما آباؤنا فعلوا، لما المجتمع فعل هذا، فإذا هذا مبرر إلينا أن نصنع ذلك. ليس صحيحا. تبرير الذنب ذنب آخر أسوأ من الذنب يرتكبه الإنسان، وأحيانا يصل إلى درجة الخلل العقائدي في هذا الإنسان. بدأ يبرر إلى نفسه، أصبح مدمنا على الذنب. طيب، ألقى بالمسؤولية ليس على نفسه حتى يحاسبها ويتراجع، وإنما على الغير. الآن راح تجي فد حالة سيئة جدا عندما تتغير مقاييسه، نظام التوجيه ماله ينعكس رأسا على عقب، نظام التوجيه ينعكس. مر عليكم أكيد إما في الخطابات وإما في قراءة الكتب أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يمتلئ ظلمه حتى يعود أعلاه أسفله ويعود أسفله أعلاه. الإنسان لما يذنب يصير قلبه مظلم، بعدين ينقلب هذا القلب، يصير اللي فوق تحت واللي تحت فوق. انت عمرك شفت واحد الآن قلبه معكوس هالشكل؟ هذا القلب اللي ماكو أحد. المقصود هنا نظام التوجيه، نظام الرؤية، المقاييس اللي يتبعها الإنسان في حياته تنعكس رأسا على عقب. المفروض يشوف طاعة الله عزا له، يشوفها قيود ومشاكل. المفروض يشوف المعصية قبيحة وتحدي لله، فإذا به يراها زينة الحياة الدنيا، أصلا يستمتع بالمعصية وبالذنب كما لا يستمتع بشيء آخر. هذا صار أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. أو في أحاديث أخر، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ذهبت، وإن أذنب ذنبا آخر كبرت حتى يعود القلب أسود، ما يتلون بلون ولا هو هذا القلب، وإنما هذا تعبير عن أن هذا الإنسان اللي كان عنده صفاء في الرؤية، وضوح في الإبصار، فطرة نقية وسليمة، هذه اختلت، الوضوح صار غبش وعماوة، البياض صار سواد، الصفاء تحول إلى كدورة، ما عاد يبصر طريقه بشكل صحيح، إلى الحد الذي أحياناً حتى عقيدته تختل على أثر ارتكاب الذنب والإدمان عليه. في الآية المباركة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وين يوم القيامة؟
شنو هالحكي هذا يوم القيامة حكي زين؟ هل هذا جاي يتناقش نقاش علمي يريد براهين؟ لا، هذا يريد أن يفجر أمامه، يريد يمارس الفسق، يريد يمارس الفجور، يريد يتعدى الحدود. لذلك يقول ماكو يوم القيامة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار، تلاقفوها والعبوا به، ماكو هالحكي هذا. أو عندما يزيد ابن معاوية يأتي يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هو يريد أن يلعب، هو يريد أن يذنب، هو يريد أن يمارس المعاصي، بس حتى يخمد هذا النداء الموجود في داخله بعد إدمانه على الذنب، يقول لك ماكو هالحكي هذا، شنو آخرة، شنو قيامة، شنو جنة، شنو نار، شنو هالكلام هذه. وإلى هذا المعنى أشارت العقيلة زينب سلام الله عليها في أن إدمان الذنب والاستمرار عليه ينتهي بالإنسان في خلل الرؤية إلى خلل في العقيدة الأساسية. قالت في خطبتها، والتفت إلى طليعة كلام، هذه خطبة العقيلة زينب تحتاج إلى شرح مفصل فيها معاني كثيرة. تقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، مستشهدة بآية قرآنية، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني نتيجة هؤلاء الذين يعملون السيئات ويمارسون المعاصي ستنتهي من حالة ارتكاب أفعال محرمة إلى تكذيب بالله، تكذيب بآيات الله. ماكو الله، ماكو جنة، ماكو نار، ماكو هالحكي هذا كله، مو لأجل شبهة نظرية وفكرية، وإنما لأجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فيختل، تختل الرؤية عنده، يختل مركز التحكم، القيم تصير عنده معكوسة رأسا على عقب، أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، يستمر هكذا. أكثر من هذا يصير بعد، يتحول الذنب عنده فيما بعد من فعل إلى حالة إلى ملكة إلى صبغة تامة. في الحديث عن النبي المصطفى محمد، يقول ما يزال الرجل يكذب ويكذب، طبعا مو بس الرجل هنا، حتى المرأة، ولكن هذا يعني من باب التغليب، يعني ماكو خصوصية إلى الرجل هنا، يعني الإنسان، ما يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا بعد مو فلان يكذب، لا، هذا التعريف ماله الكذاب عند الله عز وجل، مو من كذبة واحدة، لا، هذه بعد صارت صبغة حياته، طريقة حياته، ملكة دائمة من الكذب والافتراء يستعملها في كل مكان، بحيث لا تستطيع أن تثق بقول من أقواله. كذاب هذا. عندنا مثلا في الأحاديث أن ثلاثة ممن لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، واحد منهم الشيخ الزاني، الشيخ يعني كبير السن، شاب قد يزني، أكو هناك يعني قوة شهوية وما أدري كذا وضعف
حكمة وضعف تعقل، بس رجل شيخ كبير في السن ومو يزني وإنما يصير زاني، يعني يكرر الزنا حتى يتحول إلى حالة ثم ملكة ثم صبغة عامة، هذا أمره كلش شايد حسب التعبير، هذا ما يقبل منه الله عز وجل. هذا شيخ زان مو رجل يزني، معرفته في السماء مو فلان ابن فلان الذي زنى، وإنما هذا الزاني أو القاتل قد يقتل إنسان واحد مثلا، وقد يكون بالنسبة إليه القتل حالة طبيعية جدا ومعتادة. مسرف ابن عقبة المري قائد جيش بني أمية لقتال أهل المدينة في واقعة الحرة، واقعة الحرة جرت على أثر نهضة أهل المدينة ضد يزيد ابن معاوية، شافوا الفظائع والأمور اللي ارتكبها، فنهض بهم عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة في ثورة ضد الحكم الأموي. يزيد جرد عليهم جيشا على رأسه مسلم ابن عقبة المري اللي سمي بعد هذه الحادثة بمسرف لكثرة من قتل. فإجا ودخل المدينة وأباحها 3 أيام، وزني بالنساء المسلمات في المدينة، وانتهك مسجد رسول الله، وقتل من قتل. واحد من الناس من أصحابه يسأله يقول له: ألا تخشى أنك قتلت بين هؤلاء بريئا؟ يعني كل واحد جابوا إليك حشيت رأسه، ما تخفد واحد مثلا أصلا ما إلى دخل في الموضوع ولا راضي عن الثورة ولا ويا الجماعة، ما تخاف من هذا؟ قال: لو قتلت ضعفهم ما باليت بذلك. شنو واحد وشنو 5000 10000 إذا أقتل؟ هذا بعد ما يسجل فلان الذي قتل، وإنما القاتل. أحيانا الإنسان على أثر إدمانه للذنب وحركته الدائمة إليه يصطبغ بصبغة المذنبين، يعرف على أنه هذا هو الكذاب، هذا هو الزاني، هذا هو المرابي، هذا هو المقامر، هذا هو القاتل، لا أنه فلان الذي قد يفعل الزنا والقمار والربا. وإذا وصل الإنسان إلى هنا بعد اغسل إيدك منه، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. هذا بعد قلبه انتهى، وجدانه انتهى، ما يمكن أن يرجع. طيب، هذا لا يتأثر بوعظ واعظ ولا حديث متحدث ولا تذكير مذكر، لأنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذول نتيجتهم حجبوا عن الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه من آثار الذنب، يتطور التطور، مو بالضرورة يعني شيء حسن، التطور يعني الانتقال من طور إلى طور، يتحول هذا الإنسان من كونه فاعلا لذنب فعل ذنب إلى أن يصير الذنب عند حالة إدمانية، إلى أن يصير الذنب عنده ملكة جزء من صفاته الأساسية، إلى أن يصير صبغة شاملة وعامة وتامة بالنسبة إليه، وآنئذ انتهى هذا الإنسان. هذه من آثار ارتكاب الذنب. لذلك المحظوظ من يتدارك نفسه بالتوبة والاستغفار
في المراحل الأولى اللي هي سهلة جدا واللي هي مفتوحة دائما واللي هي ما تحتاج إلى تشريفات ولا إلى تعقيدات أبدا، وهذا يتبين فائدة وأهمية كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار، كثرة التوجه، وهالبرامج التي جعلها أئمة أهل البيت عليهم السلام لهذا الإنسان من صلاة وذكر ودعاء ومناجات وتهجد تفيد في مثل هذه المواقع. لا يقتصر أثر الذنب أيضا على الإنسان نفسه، الإنسان المذنب لا، أحيانا يعم على المجتمع، وهذا يحتاج إليه إلى حديث مفصل، على المجتمع، على الطبيعة، إلى آثار الذنب. من الأحاديث الجميلة عن الإمام الرضا عليه السلام: إذا كذب الولاة قل المطر. الوالي الحاكم إذا كان يكذب المطر ما ينزل، تصير الأرض قحط، يصير جادب، يصير جفاف، الزراعة تتراجع. وإذا ظلم السلطان، في الحديث أيضا نفسه، وإذا ظلم السلطان انتهت الدولة. كذب ينتج قحط وجذب وقلة اقتصاد وانعدام بركة، وظلم ينتج انتهاء المجتمع والنظام العام. شنو العلاقة؟ شنو الربط؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. نحن نعلم أن الكون أشياؤه قائمة على وجود علاقات وارتباطات بين الأشياء، ولذلك العلم يتقدم. لو ما كان أكو علاقات ما يصير علم أصلا. لازم يكون علاقة بين هذا العقار وبين هذا المرض حتى يجي البشر يكتشفه ويتقدم الطب. أما لو ما كان أكو علاقة بين هذا وهذا أصلا، ولا بين هذا وبين غيره، ماكو علم. أنا الآن أقدر أطمئن إلى الطبيب عندما أذهب إليه أنه يصف لي مجموعة من الأدوية تعالج الأمراض اللي عندي، لوجود علاقة بين المرض هذا وبين هذا الدواء تعالجه. أما لو ما كانكو علاقة، ماكو علم طب، ولاكو علم زراعة، ولاكو علم ما أدري صناعة ولا غير ذلك. فبعض العلاقات إحنا ندري عنها، بعض العلاقات اكتشفها الإنسان بالتجربة، بالاستقراء، بالبحوث العلمية، بعض العلاقات كشف عنها المعصومون، كشف عنها رسول الله، كشف عنها القرآن الكريم، كشف عنها أئمة أهل البيت عليهم السلام. وكما نصدق هذه الأشياء اللي باستقراءنا، نصدق أيضا العلاقات التي كشف عنها الوحي قرآنا أو سنة. فيقول هكذا: إذا صار سلطان تنتهي الدولة، هذا بالتجربة. إذا صار كذب ينتهي المطر، هذا كشف غيبي إحنا ما ندري عنه ولكن يكشف عنه. وإذا حصل هالشكل ظلم تتفجر الدول من الداخل، هذه تجارب التاريخ قائمة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه لفترة بني أمية: حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا ودخله ظلمهم ونبى به سوء رعيهم، وحتى يقوم الباكيان باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنيا. يعني الحكومة الظالمة إذا جت، لا دين الناس بخير ولا دنيا الناس بخير، لا اقتصادهم عدل ولا آخرتهم عدلة. وهكذا بالفعل كان في زمان بني أمية هكذا. ولهذا قال الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. الشاعر يقول: قد أصبح الدين منه يشتكي ألماً، وما إلى أحد غير الحسين شكا،
فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. نفس الفداء لك يا أبا عبد الله، نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملك. لما رأى الحسين أن مصير الدين والأمة يتهدده الخطر نهض بأبي وأمي هو ومعه الثلة الطيبة من أهل بيته وأنصاره وأصحابه، وهكذا خاضوا تلك المعركة البطولية من أجل نصر الدين، وإذا بهم يتبادرون إلى الهيجاء ويتساقطون على الرمضاء واحدا بعد واحد، ويقف الحسين خلفهم وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين. هنا بدأ يناديهم بأسمائهم ويذكرهم بصفاتهم: يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون. هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وينصار دين الله يا فرسان الميادين، يا أهل الحمية الخيل وصلت للصواب، أنا ناديت حتى عبرتي بالخد سالة، ظليت وحدي والعدا علي استدارت، منكم محبتكم عن المظلوم حالة، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت، ويا أحباب ما من ذاب عن مهجة الزهراء، الأجساد قامت تطرب من على الغبر، صاحوا فدالك ننذبح 70 مرة، آمر علينا للحريب نقوم يحسن. أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.